مرحب بضيفنا اليوم معنا بالاستوديو محمد ايوب المدير العام لجمعيه نحن. صباح الخير محمد، واهلا وسهلا فيك معنا بالاستوديو اخبار الصباح. جمعيه نحن تاسست سنه 2003، من 5 سنين 6 سنين تقريبا. بهال6 سنين محمد، شو هي ابرز النشاطات والحملات اللي قمتوا فيها؟ جمعيه نحن بلشت كحركه طلابيه بقلب الجامعه اللبنانيه. طبعا بلشت الجامعه اللبنانيه، كلنا بنعرف وضعها، هي جامعه مهمشه ومقصور تهميشها من كثير محلات، من حيث المبنى، من حيث النشاطات اللي فيها، من حيث السيطره السياسيه اللي فيها لاطراف كل حدا طلع له حصه. فنحن وكل شيء وكل النشاطات اللي لها علاقه بالحياه الثقافيه، بالعلم، بالسينما، هو غايب عن الجامعه. بينما كل الجامعات الاخرى مثل الجامعات الخاصه او الجامعات بريه لبنان بتلاقي فيها كلابس، بتلاقي فيها حياه، كلابس متعددين، عندي متعددة باهتمامات متعددة. أما الجامعة اللبنانية فما بتشهد نشاطات إلا يمكن قبل انتخابات مجلس الفرع أو إذا في شيء أزمة سياسية بالبلد. من هون كانت نحن بتشوف أنه الجامعة اللبنانية هي جامعتنا، ومن الضروري أنه نعمل أندية تقدر هذه الأندية تشتغل شغل تاني، تعطي بعد تاني للجامعة، تقول أنه هذه الجامعة هي مش بس فوت على الصف والصف في احتمال يوقع، هو بالعكس هي مكان للتفاعل الاجتماعي، مكان للإنتاج الثقافي بلبنان. فبلشت مجموعة نحن إذا بأنه تعمل هذه الأندية، وشاركت بنفس الوقت من خلال الجامعة بحملات مثل حملة أوعى اللي كانت هي وقتها توترت الأوضاع وصاروا بلشوا يفوتوا على بعض فكانت أوعى كانت الحملة هي ضد العنف. وعملنا أيضا المحكمة الشعبية اللي هي لمحاسبة كل من قتل وكل من سرق وكل من لهلأ ما أعطى الخرائط على المجازر الجماعية اللي صارت بحق اللبنانيين لهلأ. كان هيدي كنا عم نطالب أنه ما في مصالحة قبل ما يكون في محاسبة، وهذا الفكره، وقبل ما يعطونا الخرائط، قبل ما الامهات يعني اللي هن لهلا بعضهم ما عرفوا اولادهم وينهم، بدنا نعرف وينهم. فكان هذه كمان احد ابرز الحملات. وطبعا صار في كثير من عديد من النشاطات الغيره، منها السينمائيه، منها مهرجانات سينما، منها رحلات، منها ندوات مع دكاتره مختصين بمجالات معينه، واكثر شيء خاصه طبعا بالشباب. يعني بدايه كانت الاهداف هي لتحسين الجامعه اللبنانيه، رجعتوا توسعتوا اكثر، صار في عندكم نشاطات حول تكريس المبادئ المدنيه، تنشيط الحركه الثقافيه والفكريه والسياسيه بين الشباب اللبناني، ونحن عم نشوف بعض الصور عن النشاطات يلي شاركتوا فيها والحملات يلي شاركتوا فيها. على اي مستويات وباي مناطق عم بتحاولوا تنشروا هالرساله؟ يعني من بعد ما استهدفتوا، اول شيء استهدفتوا كثير بشع هالكلمه، بس انه من بعد ما كان الهدف الجامعه اللبنانيه، بعدين شو الهدف؟ طبعا الجامعه اللبنانيه لانه كنا طلاب، بعدين قررنا نكون جمعيه رسميه، واصلا اكتشفنا يعني، وهذا كل يوم عن يوم نحن عم نشوفه، انه كل شيء مرتبط ببعضه، وبالنهايه لتغيري بدك تشتغلي سياسي بمكان ما، مش تتركي يعني العمل المجتمع المدني، ولكن كل بالسياسه، لانه كل هذا الشيء المسؤول عنه الوضع السياسي والقرارات السياسيه. فقررنا نشتغل مجتمعنا، قررنا نعمل الجمعيه بشكل رسمي ونبلش نشتغل على نطاق اوسع. البدايه طبعا الجامعه اللبنانيه بعدها هي من ضمن الاشياء اللي نحن كثير اهم الاهداف، ولكن كمان قررنا نتوسع لنشمل، يعني لنبلش كمان بمكان بريه الجامعه اللي هو الضواحي. والضواحي مش يعني نحن دائما وقت نقول ضاحي يعني ضاحي الجنوبيه، لا، الضواحي ضواحي الجامعه، الضواحي الضواحي هي ضواحي بيروت، وكثير مهمه وقت نقول ضاحيه، يعني هلا وقت نقول ضاحيه دغري يعني المنطقه اللي تبع طرف، لا، في ضاحيه ببيروت اللي هو حزام البؤس اللي بيمتد من طريق جديده للضاحيه الجنوبيه لعين الرمانه الى اخره. فهول ناس، وفي هون عايشين ناس محرومين، عايشين ناس في مستوى علمي غير متقدم، في فوضى، في الى اخره من المواضيع، المشاكل والبطاله اللي عايشينها. محمد، يعني بتعملوا دراسات لتعرفوا على اي مشروع بدكم تشتغلوا؟ يعني بتعرفوا شو الاولويات؟ يمكن في كثير مواضيع لازم تشتغلوا عليها، بس في اولويات. صح، نحن انطلقنا يعني قبل هذا المشروع اللي نحن هلا يمكن نحكي عنه، كان في مشروع هو لغه الحوار. نحن اول شيء طبعا بلشنا بالضواحي، بلد نحن قررنا انه هذه المناطق هي محرومه ولازم نشتغل عليها. بلشنا كان بدراسات، كان في دكاتره حكوا عن هالمناطق، حكوا عن الشباب وكيف عم يتعاطوا مع الوضع السياسي وكيف عم يتازموا. فقررنا انطلقنا من هذه الدراسات لنبني مشروعنا الثاني اللي كان اكيد مبني على دراسات لدكاتره. وضمن هالمشروع الثاني اوريدي الشباب هن عم يعملوا دراسات،
في هالمشروع هو مشروع علمي عم بتحاولوا من خلاله توضيح وتأكيد أهمية العلم بيلعب دور رئيسي لحل المشاكل اليومية والابتعاد عن العنف. كيف هذا الشيء بيصير؟ كيف العلم ممكن يساعد على حل هالنزاعات برأيك محمد؟ لانه اي نظره جديده للحياه، السلوك الجديد بده نظره جديده للحياه، ونظره جديده للحياه بده رؤيه علميه جديده نواكب العصر فيها. صح، لانه اذا خبرتنا ما تطورت واذا رؤيتنا للامور ما بتتطور بلا رؤيه علميه. وحتى تاريخيا يعني المنطقه هون او الحضاره اللي نقول العربيه اللي تطورت كانت عم تترجم العلوم من كل العالم، ترجمتها للعلوم عملت لها حركه حياه جديده وخلتها تتطور. ونفس الشيء باوروبا بعد بالعصر الوسيط لصاروا عصر النهضه كانوا كمان عم يترجموا العلوم العربيه. فطبيعه الحياه للتقدم بحاجه لعلم جديد، هالعلم الجديد بياثر على رؤيتنا. من خلال الورشات العمل اللي نحن عملناها اللي هي الرياضيات واللي هي علم الحياه والهندسي وغيرها، كنا عم نضوي على احدث النظريات وعلى ابرز النظريات، ومنها مثلا كيف بنشوف الصح وكيف بنشوف الخطا. وبتعرفي نحن كنا لبنان مثلا كان عنوان الرياضيات هو لبنان الواحد مقابل لبنان 18، كل طائفه بتشوف عندها صحه وخطاها، عندها حرامه وعدوه وصديقه، عندها شيطانه وإليها. يعني ممكن بكثير من الاحيان صديقها يكون هو عدو لطائفه ثانيه. بالضبط، وهيدا عم تجربوا تبينوا. صح، وهيدا لانه منطلقاتها مختلفه، منطلقاتها من خلال الرؤيه اللي هي بتشوفها للصح مختلفه، فعم بتشوف صوره مختلفه. اللي نحن عملناه حتى بالمعرض، عملنا معرض هولوجرافي، الهولوجرافي هي عباره عن صوره ضوئيه، كانت الشباب صاروا يطلعوا كل واحد من زاوية، كل واحد كان شايف صورة، فعلمنا انه ما فينا نشوف من زاوية الاشياء، ما نشوف الصورة بشكل متكامل، فوقت تغيروا الزاوية شوفوا كيف تتغير الصورة. من وبعدين الشباب يلي كانوا الشباب، بس خليني بس كمل الفكرة. فبعدين حتى كمشوا الصورة طلعت الصورة هي مش موجودة، يمكن وهم. فبالتالي فكرة الصح والغلط منا في إلى طرق علمية لنقرر شو الصح وشو الغلط، مش هي على أساس أهوائنا، مش هي على أساس وين خلقنا، مش هي على أساس شو مكتوب على الهوية. في طريقة علمية لنعرف نحن كيف بدنا نكون. فمن هون ضرورة بناء رؤية علمية جديدة لوطن، إذا هذا بده يكون بين هالأمم، بين هالعالم اللي هلأ العولمة مجتاحة وفي إلغاء لثقافات كثير. إذا هذا شعب ما بده يكون علمي، شعب بيتواصل مع العلم وبيقرر يبني رؤية له، أكيد هذا الشعب ما حيكون موجود. مش بس حتصير مش بس الضواحي حتكون، لبنان هو شيء هامشي قدام تجمعات كبيره بالعالم. اما الشباب فهن كنت عم اقول قبل انه نحن قررنا كمان نعمل اشياء بالضواحي، فالشباب هن من مختلف الضواحي، يعني من طريق جديده وحواليها يعني، ومن الضاحيه الجنوبيه وعين الرمانه. هن طلاب جامعيين. هن طلاب جامعيين من عم يلتقوا. بتعرفي دائما اللي بفن الشباك ما بينزلوا على الضاحيه، بخافوا انه بلكي بيعملوا لنا شيء، اللي بالضاحيه ما بينزلوا على فن الشباك، انه كمان بلكي في 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 حدود هي غير مرئيه، في حدود يعني حتى السيرفيس اذا بده يروح على فن الشباك وكان على طريق سيدة القديم اللي هي فشخه ما بيروح لانه مش طريقه. ففي حركه حياتيه يوميه يعني حتى بلا حواجز، بلا يعني بتعرف بين اسرائيل وفلسطين في هذا الجدار الفاصل. نحن في جدار فاصل، نحن في جدار فاصل، مش الناس اللي حاطينها، هن الدعايه هي الدعايه والتخطيط المدن اللي له علاقه بالسياسيين. يعني انا ابسط مثل، وقت ضيعه بتكون شكل البناء الهندسي تبعها الشيعي يعيش لحاله والمسيحي يعيش لحال، والدوله والبلديه والمسؤولين ما عملوا ولا شيء يجمع هالشباب. يعني الشباب يعني ما راح يجتمعوا يعني لحال. يعني طبيعي الاشياء منا الاشياء، نحن بيروت نحن عايش على البحر، صيدا على البحر، سور على البحر، طرابلس على البحر، وهلا بسالك شو في عندنا انواع سمك؟ ما بنعرف. نحن مجتمع عايش على البحر وبيئته ما عنده علاقه فيها، ما بنعرف الثروه المائيه. نحن ما عندنا علاقه ببيئتنا، هاي ابسط شيء. فنحن محمد خلينا ارجع ضوي شوي على المشروع يلي حكيتنا عنه، الهولوجرافي هي نهايه اول قسم بالمشروع. الاقسام الثانيه شو هي ولشو بتهدف؟ يعني بنهايه المشروع لشو رح نتوصل؟ الهولوجرافي كان من اول ورشه عمل، اخر ورشه عمل حيكون السايكولوجي اللي هي السبت بخمس الشهر مع الدكتوره انيسه الامين. تاني ورشه بعد ما عملنا الورشات العمل واعطيناهم نظريات جديده وحكينا عن مفهوم الصح والغلط والتقوا شباب من مختلف المناطق، هلا مطالبين منهم كيف ينزلوا على الارض ويشتغلوا سوا يعملوا ابحاث. كيف؟ يعني مثلا بورشه العمل الهندسي بتعرفي نحن طريق جديد، يعني او اذا بدك الشيء التاريخي الشياح وعين الرمانه لحال، اوكي، وما بيلتقوا الا وقت الاحداث بالعصيان. فعم نقول لهم هلا ليش لحال؟ تعال نفكر بمشاريع شبابيه يعني يلتقوا فيها.
يجمعوا بتلاقوا شو شو يعني، او مثلا ضيعه بتلاقي بتلاقي شيء يكون حاجه فعلا للشباب ليلتقوا فيها، يعني يضطر ابن عن الرماني وابن الشيح يقصد هذا المكان، مش انه يكون شيء تكاملي. فبيلتقي لانه بيلتقوا بيكسروا هذا الشيء، انه ليك هولي كذا وهولي كذا، ما عادش بيحكوا عبر شو بيسمعوا، بصير هن عم يختبروا اشياء على الارض، بصير في مشروع اهم بركي يحكوا مثلا عنه وبيجمعوا بنفس ففيهم بقى. الشباب اللي عم يدرسوا هندسه مثلا كيف انه يحطوا تصورات لبعض الامور، مثلا بالبيولوجي حينزلوا على الارض كمان، حيكسروا صخور، حيصوروا الترسبات الحيوانيه والنباتيه اللي بيحكي عنها نظريه النشوء والتطور اللي اخذوها. واللي كتير بس بدي اقول كمان شغله، انه هالنظريه نشوء التطور هي ممنوعه، يعني ممنوع تدرس بالجامعه اللبنانيه، واللي هي بذكر بالال اي يو كان في كان في ندوه كمان، كان عندنا بعض الطلاب كانوا عم يعملوا ندوه وعم طالبين منهم انه بليز ما فيكم تطولوا النقاش، ممنوع تعملوا نقاش، بلكي الناس فاتت ببعض، ومرات بالاي يو بي كمان فاتوا ببعض، وهذا شيء كثير محتمل في يعني. في بالضبط في مسافه، في كثير مسافه الناس وبين العلم، والمسافه بين الناس والعلم قديش حيخلي في مجتمع متقدم اذا فيها هالقد مسافه بينه وبين العلم وهالقد رافض العلم. محمد بس كمان على السريع تنختم، البلديات عم تتجاوب معكم بكل النشاطات اللي عم تقوموا فيها او بمخططات مستقبليه؟ لهلا بعد ما عملنا ولا نشاط مع، يعني ما كان في تعاون مع بلديه، ما كنا بحاجه، بس يعني مشاريع هندسيه وهيك اشياء لبعدين بتتوقع ممكن تجيب. اي ما بظن انه حيكون في مشاكل، بس 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 في شغله كثير مهم ضوي عليها، لانه ما قلتها، انه كنت عم اقول انه كنت عم احكي عن الاشكال الهندسيه، انه نحن ضد بيئتنا وضد حالنا، والتقسيم اللي هو كنت عم بقول انه الشعب ما بيروح لعن بعض، مش الشعب، لانه حتى بشكل العمران في تقصد بانه هذا الشعب يكون مقسوم وهذا الشعب يكون ضد بعضه، وقت يعيد تخطيط بدني، وقت نقرر نحن اي مدينه بدنا نكون فيها واي بلد بدنا نكون فيها، التخطيط العمراني بكون للناس تفوت للناس تلتقي مع بعضها، مش للناس تستفصل اكيد. محمد ايوب المدير العام لجمعيه نحن، ونحن بنتمنى لكم كل التوفيق على امل تحقيق الاهداف، لانه اهداف كثير مهمه وهي لخدمه البلد بالنهايه.